السلام عليكم، انا عمر محمد وانت على قناتك المفضله لعرض محتوى حصري بتشرح بلغه عربيه بجوده عاليه. النهارده في فيديو من اهم الفيديوز اللي انت يعني اللي احنا بنقدمها، يعني فلازم تكون عارف حاجه زي كده قوي في السوليد ووركس اللي هو البولت اند نوت، وازاي نعمل لها اسمبلي. من اهم الحاجات برضو اللي احنا هنستخدمها النهارده في الميت، نوع خاص من الميت في الميكانيكال ميت بالتحديد، ده اللي انا هستخدمه. طبعا عملنا بارت قبل كده او بارتس، وبعد كده احنا جمعناهم في الاسمبلي واستخدمنا انواع عاديه جدا من الستاندرد ميل، بدانا نعمل اسمبلي عادي جدا. لكن الميلز عندنا اللي هنفاجئ بعد كده، مش هنفاجئ يعني للناس اللي هي لسه اول مره، اللي هم بالتحديد بيجنرز، هيفاجئوا ان في انواع كتير جدا من الايه، من الميلز عندنا، السلوت ميتل، الكام ميت، الكام ميت، السلوت ميت، حاجات كتير، حاجات كتير هنتعرف عليها. طيب يلا بينا، يلا بينا عشان ما اطولش عليك، يلا بينا. طيب يا سيدي، بص، طبيعي جدا ان كريت بلان اند نورمال تو اند سكتش. طيب هتقول لي هعمل مسمار، يبقى محتاج شكل جديد. اعتقد اول مره استخدم النوع ده او الامر ده اللي هو البوليجون. هنضغط على بوليجون. بص هتعمل عندك، تيجي بقى من عند الاوريجن تعمل البوليجون بتاعك وتدي ريليشنز. الاول ريليشن انك تخلي اللاين ده او الايدج ده هيكون هوريزونتال، وتحدد بالسمارت دايمنشن. طبعا احنا لو دخلنا في السكتش ده، بس ايه، عايز اوريك حاجه في الهوليجن نفسه. تعال نرجع كده اوريك حاجه جوه الهوليجن او البوليجن، معذرتك، حاجه في البوليجن هنا البارامترز. هتلاقي هنا عندك النمبرز اوف سايدز، يعني يقول لك ده شكل سداسي. طب انا عايز اعمل ثماني، انت ممكن تتحكم في الموضوع ده من هنا. نمبرز اوف سايد تعدلها تخليها مثلا 7، هتلاقي الموضوع زاد معاك تخليه 8 زي ما تحب. فاهم قصدي؟ كل ده الكلام ده من هنا، ماشي. ودي شويه اوبشنز ثانيه، اقعد بقى ايه العب فيها وانت هتفهم الدنيا كلها هنا ماشيه ازاي. طيب عايز فور كونستراكشن ولا عادي؟ لا عايزين سوليد. اوكي هتدي طبعا بالسمارت دايمنشن، هندي دايمنشن من هنا لهنا، ممكن كده او ممكن تمسك الدقشيت في دايره جوه ممكن تتحكم فيها زي ما انت عايز. هتكون 20. طيب الشكل يبقى فولي ديفاين، فانا هدوس على اللاين او الايدج ده واخليه هوريزونتال، بقى فولي ديفاين. ده كلام جميل. ننتقل للفيتشرز، وكالعاده هنختار اكسترودد ديستنس 90، فالبدل بلايند معلش خلاني ميد بلان اند سيلكت اوكي. طيب في المرحله بعد كده عايزين نعمل نشامفر من فوق هنا او من ايه، من الفيس دي، خلينا بس بلين وايت. فانت هتيجي من على الفيس وتخليها نورمال تو اند سكتش. بص يا سيدي، هتاخد امر سيركل، هتعمل السيركل بتاعتك وهتخليها تانجنت هنا، ماشي. لو دوست هنا هتلاقيها ايه، تانجنت، او تدي ريليشن دي مع دي وتخليها تانجنت اند سيلكت اوكي، هتبقى فولي ديفاين معاك. من الفيتشرز بنروح لاكسترودد كات. ايه هنعمل ايه؟ بص بقى، الدايركشن او الاند كونديشنز بدل بلايند هنخليه ثرو اول، اند سيلكت فليب سايد تو كات. بعد كده هنختار من الامر الدرافت هنخليه 45 ديجري، تمام. طيب تعالى بص ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي. اوكي ايه رايك؟ ده الشكل اللي انت بتشوفه من فوق، ده مختلف شويه عن الشامفر، تمام. امر الشامفر بياكل الايدج دي كلها، فاهم قصدي، بنفس الميله، لكن الدرافت بيختلف شويه. طيب بعد كده هنعمل ميرور للجزء ده هنا، فبرضه عشان نستخدم امر ميرور من الفيتشرز هنروح لميرور عادي. هنا بتختار الميرور فيس بلان، وهنا بتختار الفيتشرز تو ميرور. طب هنا هختار ايه؟ هختار ميرور اباوت ايه، يعني الجزء ده هتعمله ميرور اباوت حوالين ايه. طبعا احنا من الاول عاملين سيلكت الفرونت بلان، طب الفيتشرز تو ميرور الكات اكسترود بس اند سيلكت اوكي. طيب في الستيب بقى اللي بعد كده هنيجي على الفيس ديت، سكتش اند سيلكت سيركل، تقوم عامل السيركل بتاعتك ديها سمارت دايمنشن اراوند 12 اند اوكي. بعد كده من الفيتشرز اكسترود بوس، طولها هيكون اراوند كام؟ 20، او خليها 40 اوكي. بص يا سيدي، ادي المسمار. دلوقتي هنروح من امر الفيلت، بدل ما نختار فيلت عادي هنختار نوع من الفيلت اسمه الشامفر. الشامفر تايب هيكون ديستانس او انجل ديستانس، انجل مع ديستانس. الديستانس هتخليها لي النص مثلا،
والانجل 45 مظبوط. كل عليك تختار الايدج ديت اند سيلكت اوكي. طيب دلوقتي بعد ما شنفرنا خلاص عايزين بقى نعمل ثريد الالواز بقى. عايزين نقلوز. هنقلوز ازاي يا سيدي؟ بص يا معلم، كل اللي عليك انك انت هتروح على الانسرت، تمام، من الفيتشرز. تاني ثانية واحدة، هنروح تاني، قلنا الانسرت، هنروح على فيتشرز، هنختار نوع اسمه الثريد عند سيلكت اوكي. بص يا سيدي، هنا الثريد لوكيشن بختار الايدج دي، الايدج دي. طيب نو ايه تاني محتاجينه؟ في الديستنس هتخليها 2، طبعا بدل ما تختار هتخليها اب تو سيلكشن او اب تو الاند كونديشن، هيبقى اب تو سيلكشن. هنا هتسلكت لمين بقى؟ للفيس ديت. تنتظر شويه يحمل في الجهاز سريع المفروض. طيب كده تمام، الحمد لله اللاب خلص. اللاب كان بيحتضر من شويه او بيحتضر تاني اهوت. يلا يا مسهل كده كتير، 5 مليمتر. الموضوع شكله هيطول، ده كل شويه يحمل. طيب كده تمام خلص. بص بقى سبيسيفيكيشن، هنختار اول حاجه التايب، هنختار المتريك دون. السايز بتاعك هيكون اراوند ام 12 في 1.5، ام 12 في 1.5. ثانيه تمام كده ظبط. طيب بدا الثريد يظهر معاك. ايه تاني؟ تمام، ممكن تفعل الاوفست، ولو عايز تطولها شويه مفيش مشكله، يعني تفعل الاوفست وتخليها اب تو سيلكشن. تمام، ودي تخليها مثلا 2، تمام، او بيطولها او بيزودها في الدايركشن التاني دوت. طيب كده احنا ايه، ظبطنا الدنيا واخترنا نوع الثريد بتاعنا. تمام، طيب متريك داي، وايه تاني الانواع اللي موجوده؟ متريك وانش تاب ومتريك داي ومتريك تاب. احنا هنشتغل بمتريك داي اند سيلكت اوكي. تمام، وبكده نكون عملنا الثريد بتاعنا. طيب دلوقتي احنا خلاص كده، هتيجي بس هتعمل ستيب كمان، هتسلكت الفيس ديت اند سكتش، يعني هتيجي على الفيس دي نفسها وتعمل سكتش عليها، وهتروح من السكتش نفسه، من امر السكتش الويندو بتاع السكتش، هتختار كونفرت انتيتيز، وبعد كده الفيتشرز هتختار فيتشرز، اعمل اكزيت. طب اكزيت سكتش هتختار اكسود كات، فهتسلكت الجزء ده، هتسلكت عليه تاني معلش، هتعمل له كونفرت. طيب ثانية، فيس سكتش اند كونفرت بالظبط، خلاص ظبط معاك. ايوه تمام كده، بس بلايند ثرو اول اند اوكي، بس كده تمام، بحيث ان هو النط لما يجي لف ما يلوكش معايا. طيب بعد كده هتروح من الابيرنس، لا ده مش ده السكن، عايزين بس الابيرنس. هنختار الميترز، هنختار كروم، هنختار بولشت كروميوم، تمام اند اوكي. تعالى بقى نسيف، هتيجي يا باشا من هنا كده تعمل سيف. عايزين بقى نظبط شغلنا، ده اهم حاجه تظبيط الشغل، يعني لان الشغل والتظبيط ذات نفسه. فهنيجي نعمل فولدر وهنسمي الفولدر ده نوت اند بولت، نوت معذره نوت اند بولت، ماشي اوكي. بعد كده هنخش هنا، تسمي بقى البارت ده هتسميه بولت. بولت ده كده بارت 1 اند اوكي. طيب دلوقتي هنروح نكريت، فنروح من هنا هنختار نيو بارت اند اوكي. دلوقتي مرحله النط، ودي من اسهل الحاجات، هتختار الفرونت بلان اند سيلكت سكتش. بعد كده من سكتش هتختار امر البوليجون، هتيجي من الاوريجن تعمل البوليجون بتاعك، تمام، تدي سمارت دايمنشن هيكون اراوند 20، فانت تيجي من الايدجز تو ايدج اند جيف ريليشن 20 مليمتر، اند سيلكت ذيس ايدج اند جيف ريليشن
vertical horizontal line عشان يبقى الشكل بتاعك free define. من الفيتشرز هنروح للسوليد باس او باسك السوليد هنخليها 9 مليمترز and select end condition and select mid plane condition and okay and select this face and normal tool and select the sketch. بعد كده هنختار circle from this origin هنكري circle وبعد كده تدي relation between circle and this edge وهتكون tangent tangent relations okay. طيب خلي الهايد خلي البلان ده هايد معاك خليه يبقى هايد فين 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 اهوت الفرونت بلان هايد مش عايز اشوفه دلوقتي. بعد كده هنروح للفيتشرز اكسترود كات هنختار فليب تو سايد كات اند سيلكت درافت اند سيلكت 45 ديجري وهنا خلي الدايمنشن اراوند 10 ملم اند سيلكت اوكي and select mirror عايز نعمل mirror للجزء ده برضو الناحية التانية فانا اروح على الميرور عايز اعمل mirror about around حوالين A طبعا about مين about the front plane فانا اختار select the front plane and select cut extrude and select ok. طيب طبيعي جدا النط يكون فيه هو فانا هاجي على الفيس and select sketch and select circle هتكون اراوند كام قلنا 10 ثانية 10.38 عشان هتكون نفس الاوتر او نفس الدايمنشن ايه ده ايه ده ايه اللي حصل 10.38 تمام كده. طيب بعد كده features extrude cut ال end condition خليه through all and okay وبنروح للنوع من الفيلت اسمه الشامفر خلاص بقى انت ايه دخلت على الكلام ده الشامفر تايب هيكون انجل ديستنس الايتمز الشامفر ذيس ايدج اند ذيس ايدج الديستنس هتكون نص مليمتر والانجل 45 ديجري اند سيلكت اوكي. طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل الثريد بص بدل ما تروح من الانزت وفيتشرز لاند الكلام ده كله فهتختار هو الويزرد هتختار السهم وهتختار هنا نوع اسمه الثريد او من نوع الهيل ويزرد اسمه ثريد موجود هنا عادي اند اوكي. طبعا هسلكت للايدجز ديت تمام بعد كده هتختار اوفست بعد كده هتخلي الديستنس اراوند 2 ملم بعد كده في الاند كونديشنز هتخليها لي اب تو سيلكشن وهنا هتختار هتسلكت للفيس دي خلاص هادي الثريد يا سيدي ظهر معاك. طيب بعد كده هنسلكت لي التايب فالمتريك تايب بص بقى انت لو جيت بصيت من جيت بصيت من فوق هتلاقي الايه الثريد مش هيتعمل ليه لان داخل اللي جوه النوع ده مش هينفعني فانا اختار نوع اسمه المتريك تاب هتلاقي ظبط اهوت وبقى ايه دخل لجوه ايه تاني ايه تاني. طيب محتاجين الجزء ده يروح يطلع فوق شويه نعمل اوفست كده وتمام ماشي ثانيه تمام لو عملت اوفست يبقى انت كده بتطول في الدايركشن ده فانت تروح للدايركشن الثاني هتعمل ريفرس دايركشن وتمام كده اند سيلكت اوكي يا سيدي وكده نكون عملنا الثريد اللي في الصامولة. طيب يلا بقى مجهزين للاسمبلي طبعا هتختار اي حاجه بقى بروجكت كروميوم او اللي يعجبك تمام لو جيت تاخد كده سيكشن خليه توب تعالى شوف الثريد بقى ايه رايك تمام. طيب بعد كده هتروح من امر ال خلينا بس كده نظبط حاجه هنا في السكن تمام بلين وايت هتروح بعد كده عشان تختار فايل هتختار ميك اسمبلي فروم بوت سيف اند انزرت هتسيف هنا فهتخليه ده النوت عشان الشغل يبقى منظم بقى ده كده بارت 2 تمام اوكي هيفتح معاك الاسمبل تعمل ريبولد اند سيف دوكيومنت كل اللي عليك هتدخل النط ومن الاسمبلي هتدخل الانزرت كومبوزيشن هتدخل البولد بص بقى لان هنا كده في حاجه كده البولد النط ثابته فانت هتدوس عليه كليك يمين وهتخليها فلوت
تقدر انها تتحرك معاك. لكن المسمار ده ذات نفسه مثلا عايزين نعمل له روتيشن كده لفه خليه بلين وايت، خليهم بلين وايت. المسمار ده ذات نفسه او البولت ده هتخليه فيكسد، فانا هظبطه كده واخليه ايه فيكسد خلاص. لان مين اللي هيتحرك؟ لو جيت مسكته وحركته مش هيتحرك، لكن ده اللي هيتحرك لان ده اللي هيلف ايه حواليه. دلوقتي عايزين نعمل ميت، تمام؟ الميت هنا هتعمل في الهايت هنختار الفيو تمبرري اكسس، وهنا في الخانه بتاعت الميت سيلكشن هتختار الاكسس مع الاكسس دوت اند سيلكت اوكي. اوكي طيب دلوقتي انا عايز السماد دي تلف، عشان تلف مظبوط ما تروحش كده وكده، تمام؟ الحركه دي غير مسموح بيها المفروض. اعمل ايه؟ في نوع جديد من الادفانسد ميت او قصدي الميكانيكال سميت اسمه السكرو هنستخدمه. تعال اول بس اوريك حاجه، لو خدت مثلا سيكشن كده مثلا هنخليه توب وهنيجي كده تمام اند اوكي. انا كل اللي عايز اعمله ايه؟ ان انا اشد الفيس دي كده مثلا، نفترض مثلا انا خدت دي كده بس الفيس دي عايزه ما تكونش ايه مفيش اي انترفيرنس او مفيش اي انترفيرنس ما بينها وبين الايه الجزء ده، فاهم قصدي؟ يعني الجزء ده كده ما يكونش في اي انترفيرنس ما بين الاثنين، تمام؟ مظبوط كده. تمام انا كده دلوقتي ظبطت الاثنين. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هتروح من من الميد، نتعرف على نوع جديد من الميدز هو في الميكانيكال سميد. عايزك بقى تبص هنا حاجه اسمها الكام ونعرف استخداماتها بعد كده، السلوت والهنش والجير والراك بينيون والسكرو واليونيفرسال جوينت. انا دلوقتي بتكلم بتعامل مع السكرو، اختار الديستنس ريفوليوشن، والديستنس ريفوليوشن هيكون 1.8، ديستنس هيكون 1.5 اند سيلكت اوكي، وهعمل لها ريفرس لو انت على حسب الاتجاه بتاعك اللفه هيكون فين. هنا في الميد سيلكشن هنختار الفيسز فيز ديت. طيب اعمل هايد للاكسس و طيب هنا في الميد سيلكشن هنظهر او هندوس هنضغط على الفيس ديت وهنضغط على الاكسس دي. لو الاكسس مش ظاهره عشان غالبا عاملين هايت فانت هتظهرها من هنا اكسس او فيو تمبرري اكسس. بعد كده هتضغط على الاكسس بتاعت النوت نفسها اند سيلكت اوكي، وبكده نكون ايه السكرو خلص تمام، او الجزء بيلف معاك مظبوط ما فيهوش ادنى مشكله. كل عليك بس هتضغط اوكي على الميدس ديت وتلغي تفعيل السكشن اللي احنا عاملينه، وشوف ادي النوت بيلف تمام جدا. الادفانسد او الميكانيكال زمان دي لازم تكون يعني عارفها كويس جدا يعني. طيب تعالى بقى اخفي الاكسس تمبرري، تمام تمبرري اكسس. بعد كده عايزك برضو نعمل ادفانسد ميت تاني، يعني عايزين نوصل لايه نتعلم كذا ميت. الميت اللي بعد كده وهي الادفانسد ميت واللي هندوس عليها وهنختار الديستانس، وطبعا هتسلك هنا في الميت سيلكشن هتختار الفيس ديت مع الفيس ديت، وهتدي مينيمم ديستانس اللي هو مكان ما هيلوك، فاهم قصدي؟ مكان ما هيحصل فيه اللوك. هنا الديستانس هتكون كمينيمم 14 او 40، هتكون 40 وده كمينيمم قصدي هتكون 5، المينيمم هتكون 5 لغايه هنا كده، ده مكان ما هيلوك. الديستانس اللي مسموح بيه ان هو يتحرك هتكون 40 بحيث ان هو ما يطلعش من البولت او من المسمار ذات نفسه، و الديستنس دي 5 مظبوط اند سيلكت اوكي. تعالى بقى لف دي كده هتلاقي ان ده لو جينا لفيناها كده هتلاقي بص ان هي ليها بص مش هتلف عن كده مش هتطلع عن كده، لكن لو جيت لفيتها في الاتجاه ده هتلاقيها بتلف معاك تلف 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 تمام لغايه ال 40 بتاعتها ما تخلص. بص ال 40 بتاعتها خلصت فين؟ هنا مش هتطلع تاني، فهمت؟ يبقى انت كده ظبطت موضوع الادفانسد ميتس، عرفنا ازاي نستخدم الديستنس كويس. طب كده تمام يا شباب؟ تمام. حاجه كمان بقى يلا، يعني احنا طالما قاعدين بقى النهارده مع بعض خلينا ندردش شويه في
في شوية حاجات حلوة كده، الموشنز ازاي تعمل موشن. فنختار من نوع هنا. طب خلينا نجيبها تاني ثانية. من تول بارز هتدوس هنا كليك يمين تول بارز، وهتختار الموشن مانجر. طيب بعد ما اخترنا الموشن مانجر هتلاقيها بتظهر معاك هنا، فتدوس عليها موشن مانجر وتحدد المدة بتاعت الفيديو بتاعتك. خلي مثلا 20 سكند، هضغط على الترس دوت وعايز مثلا فريم بير سكند، هتكون مثلا خليها 50 فريم بير سكند اند سيلكت اوكي. بعد كده هتسلكت لي موتور، ايه هتعمل بقى شويه حاجات هنا هنقول عليها دلوقتي، وهي في الخانه ديت الكومبوننت او الدايركشن محتاج تحدد مين، تحدد الاتجاه الدوران فهو دوت. ايه تاني؟ الريفوليوشن بير مينت. الريفوليوشن بير مينت هتخليه 40 ريفوليوشن بير مينت اند سيلكت اوكي. طيب بعد كده هتختار كالكوليت. تمام، هو بيبدا بقى شغال معاك لغايه ما هو يلف لغايه الاخر. ممكن تسرع زي ما عرفت تسرع منين، من الفريم لغايه ما يخلص. اول ما يخلص لف ويقفل هتدوس بقى على بلاي من هنا وتبدا تشوف الموشن بتاعتك. تمام، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابك وتكون استفدت حقا، لان الفيديو ده مهم جدا من الاساسيات اللي لازم تتعلمها. خلاص طيب، كان معاكم عمر محمد، والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم.